سؤالي للأستاذ الكريم أحمد الفهيد، كيف يرى مستوى المنتخب السعودي في مباراة الأمس؟ وهل هذا المستوى بيؤهلنا إلى كأس العالم، خصوصا المباراة القادمة أمام المنتخب العماني في على أرضه بين جمهوره؟ يا أخي بالنسبة لأخ العزيز أحمد الفهيد، أعطيك العافية يا أخي، شوية تفاؤل بس للمنتخب. والله أنا من متابعينك وأحب أسمع لك وأحب أتابعك كثيرا، بس شوي تفاؤل للمنتخب لأن الوضع مش لهالدرجة. يعني أتذكر في فترة من الفترات كانت هناك منافسة بين المهاجمين السعوديين والمهاجمين الأجانب، مثلا فترة ويلي هامسون، نايف هزازي، مالك معاذ، جيهام أبو شروان. الآن تنعدم هذه المنافسة، أتساءل أين الخلل ولا أين المشكل؟ هل هي أزمة تكوين؟ أين الخلل؟ وأنا أخوك يبغى له مساحة كبيرة نتكلم فيها في هذا الشأن. والمشجع اللي سأل أحمد الفهيد عن المنتخب وقال رأيه في هذه الجزئية، أرجع لحسابنا في تويتر بتلقى الفيديو موجود هناك، زميل سعد حطه وتقدر تسمع رأي أحمد الفهيد وش قال. أنا ما نبغى نكرر خلال هذه الحلقة الحديث.